في الخبر الرياضي، الأشبال وفي مباراتهم الودية ضد البرازيل ينجحون في اقتناص الفوز بهدف نظيف سجله زكريا الوحدي، أبرز لحظات اللقاء الذي احتضنه أمس المركب الرياضي لمدينة فاس. نتابعها مع هشام غرفاوي. المنتخب الوطني الأولمبي تمكن من البصم على فوز تاريخي ضد المنتخب البرازيلي في أولى مبارياته بعد تحقيقه لكأس أمم إفريقيا. فور بداية اللقاء حاول أبناء عصام الشرعي مباغتة الحارس البرازيلي بالاعتماد على الهجمات المرتدة، بينما البرازيليون حاولوا من جهتهم الوصول لمرمى الحارس لكن دون جدوى. نهني الشباب، لعبوا مباراة كبيرة ضد خصم أقوى خصم يعني أولمبي اللي كاين، كانوا متحمسين باش يبينوا شي حاجة خصوصا اللعابة اللي جاوا جداد. ومع بداية الجولة الثانية تحرك الخط الأمامي للمنتخب المغربي من خلال عدة هجمات أقلقت راحة دفاع منتخب سليساو، لينجح بعد ذلك اللاعب زكريا الوحدي في هز الشباك في الدقيقة 73. لعبنا اليوم مباراة رائعة أمام منتخب كبير استضفناه في ملعبنا وأمام جماهيرنا، فعلنا كل ما بوسعنا من أجل الفوز وهذا ما تحقق بالفعل. وهنئ طاقم المنتخب اليوم لأنه كان عملا جماعيا. هدف أهدى فوزا ثمينا للعناصر الوطنية أمام منتخب من كبار العالم في انتظار المباراة الثانية مع ذات المنتخب في 11 من هذا الشهر.